أصدرت النجمة المغربية سميرة سعيد عملا غنائيا جديدا عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية بعنوان الوقت الحلو. وتعاملت الديفا سميرة سعيد في هذا العمل مع محمد القياتي على مستوى الكلمات وأشرف محمد حمزة على اللحن، فيما عاد التوزيع لهاني يعقوب وميكس وماستر أمير محروس، ومن إنتاج سميرة سعيد نفسها SS Production والتوزيع الرقمي لشركة ديجيتال ساوند. يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد أغنية مون شيري من كلمات محمد القياتي، ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر خالد عز. أصدر النجم الإماراتي حسين الجسمي في الأيام الأخيرة من السنة الجارية أحدث أغاني تحت عنوان ما بحبك باللهجة اللبنانية عبر قناته الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب. الأغنية من ألحان الجسمي، كما تعاون خلالها مع الشاعر اللبناني منير عساف، وقام بتوزيع الأغنية والميكس والماستر المايسترو اللبناني هادي شرارة. وقدم حسين الجسمي في أغنية ما بحبك أسلوبا جديدا برؤيته الفنية والغنائية، وتحمل في هويتها اختلافا بالأغنية اللبنانية، وتضم ضمنت كلمات الأغنية الرومانسية ما بحبك وصفا لطريقة المحبة والعشق ومشاعر المحبة الكبيرة. أغنية ما بحبك للفنان حسين الجسمي التي طرحت أمس الثلاثاء استطاعت أن تقترب إلى 250,000 مشاهدة على موقع اليوتيوب، وذلك في أقل من 24 ساعة.